اهلا وسهلا شعارك سيد رئيس الحكومه، لاباس عليك؟ صح لاباس، الحمد لله. عايشك، مرحبا بك، عايشك، تفضل. اثرت اللقاء بكم هذا اليوم للحديث عن الاوضاع التي تمر بها تونس، الاوضاع لم تمر بها من قبل، شديده الخطوره وتنبئ بمخاطر اكبر نتيجة لحكم عدد من اللوبيات التي تعمل وراء الستار وتغير مواقفها بناء على مصالحها. اليوم وقلت لهم ذات مرة، هناك في الدستور ما يمكنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها، وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا، بالرغم من أنهم حاولوا توظيف الدستور لفائدتهم. الدستور الذي وضعوه عليهم أن يطبقوه، ولكن هذه المؤامرات التي تقع ثم التداخل بين السلطة، السلطة التنفيذية عند رئيس الدولة وعند رئيس الحكومة، وليست خارجة القرطاج ولا القصبة، ولا يمكن أن تتحول إلى القصبة. عديدة هي التجاوزات التي صمت عنها في وقت من الأوقات، احترمت المقامات والمؤسسات واحترمت الأشخاص، ولكن لم يقابل هذا الاحترام بمثله، وليتحمل في ذلك الوقت كل واحد مسؤوليته. ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية. ائتمنت على الدولة التونسية ولن أتركها تسقط، لن أترك الدولة التونسية تسقط. أعرف من يحرك الشارع، وأعرف من يحرك الأزمات ويفتعل الأزمات، بل يفتعل الأزمة تلو الأزمة للبقاء في الحكم. وليعلم أن تونس ليست بضاعة، وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع على قدم المساواة. لا أسمح أبدا لأي كان بأن يتطاول على التونسيين، أو أن يمس من أعراضهم، أو أن يمس من ذواتهم البشرية. ما حصل وما يحصل اليوم غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، غير مقبول، يتحمل كل واحد مسؤوليته. أثرت أن أتقابل مع السيد رئيس الحكومة لأنه يشرف على الحكومة. لا أريد أن أتحدث عن بعض الاتفاقيات، ولا أريد أن أتحدث عن بعض المسائل التي أريد أن أتحدث فيها لا على رؤوس الملأ، ولكن أتحدث فيها معك كمسؤول ائتمنت على الدولة وعلى السلطة التنفيذية في إطار الصلاحيات التي تتولى القيام بها. ما حصل أمس بالنسبة إلى الشاب، وما حصل في المحاكم، كيف لا تتحرك النيابة العمومية حينما يتجرأ عدد من النواب الدخول إلى المحكمة؟ 15 ملف موجود ليرفع الحصانة عن عدد من النواب من الدورة الماضية، ولكن لم ترسل إلى رئاسة المجلس. قال واحد فقط، هناك 15 بالاسم، وجرائم حقام وتهريب وجرائم أخلاقية، ومع ذلك لم ترسل إلى المجلس. في تونس في 59 وعام 60 حينما أرسلت مطالب ورفع الحصانة، تم رفع الحصانة. في 2021 يتم التخفي وراء العدد من الإجراءات ويقال لم نتصل. تم الاتصال وهناك أرقام وأعداد موجودة تتحدث عن هؤلاء الذين لا مكان لهم لتمثيل الشعب. ثم من يتجرأ على رئيس الدولة؟ كان على النيابة العمومية أن تتحرك من أجل مقاضاتهم. هؤلاء الذين يتحركون في وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض الاجتماعات، كان يفترض أن تتحرك النيابة العمومية. الدولة يجب أن تعود إلى مؤسساتها، تعود إلى القانون،
ولكن ليس بهذا الشكل تدار الدولة. نحن الوضع خطير، خطير جدا ومن أدق المراحل، ولكن ليعلم الجميع وأقولها اليوم أمام الجميع، لن أترك أحدا يضرب الدولة التونسية ويضرب مؤسساتها ويضرب رموزها. يوم أمس سحل، يوم اليوم تحركات مشبوهة في عديد من الجهات، ويحركها من يحركها من اللوبيات، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فورا، وهناك من هو في حالة تلبس، ويجب على النيابة العمومية أن تتحرك فورا لتنفيذ القانون، ولا مجال لمفاضلة أحد على أحد، لا مجال. يعني حتى نكون واضحين، لا مجال. ارتكبت خطأ تدفع ثمن هذا الخطأ، ارتكبت جريمة تحاكم محاكمة عادلة، ولكن لن تفلت من المحاكمة. هذا ما يجب أن أقوله لكم هذا اليوم في هذا الظرف بالذات. صمت كثيرا، ولكن لن أترك تونس ولن أترك بلادي ودولتي لهؤلاء. يعني الوضع لابد أن نعي بخطورته. أأتمنتك السيد رئيس الحكومة، ولكن يجب أن نكون في مستوى ما تم الاتفاق عليه. يعني ما يحصل غير مقبول بالمرة. هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذا الظرف بالذات. لست ساكتا ولست صامتا، ولن أتخلى على الواجب الذي أتحمله وعلى المسؤولية التي أتحملها في عملية إنقاذ الدولة التونسية. الدولة التونسية تكاد تتهاوى. ما معنى أن تذهب مجموعة من العمال أو من الأشخاص لمقر إذاعة ويستبيحونها؟ وما معنى أن يذهب نواب إلى باهو المحكمة ويستبيحونها؟ وما معنى الذي يحصل في هذه المدة؟ كل هذا مؤامرة. ومن يعتقد أنه رئيس لمؤسسة هو رئيس للدولة فهو مخطئ في العنوان، مخطئ في التاريخ، ولن أسكت عن تجاوزاته مهما كان ثمنه.